هي واقعة في وقتها أرعبتني الحقيقة، يعني بمعنى الكلمة أرعبتني. ليش؟ أنا كنت في الشؤون الثقافية في أوج عظمة شهرتي ونجاحي بشهادة المثقفين والأدباء والكتاب، لأنه كان كلهم يعني يمي كتبهم وأغلفتهم، وما صاير في تاريخ العراق أن تصدر هكذا كمية من الكتب خلال عام واحد اللي هو 86 واللي سمي بعام الثقافة. فكنت مرتاح ويعني باللهجة العراقية متونس فرحان بهذا العمل، أنه قاعد أنتج شيء أرضى كبار الشخصيات في البلد، مثقفين وأدباء، أرضى مؤسستي. زين يعني ليش يعني أنت متخوف هالقد؟ جايك بالكلام. عدي بن رئيس الدولة، وبالتالي أي واحد لربما يتمنى أن يشتغل وياه. والله ربما أني على عكس من يتمنون هكذا. ليش؟ في وقتها أنا شخصيا لا أحب أن أكون مقيد لا بتوجيه ولا بأمر ولا بفكر، يعني أحب أنتمي إلى نفسي، إلى شخصيتي، إلى مزاجي. هذا وجدته بالشؤون الثقافية. لما طرح علي من قبل الله يرحمه عباس الجنابي، أنه بلغني بالحرف الواحد يقول للأستاذ اتصلوا برياض عبد الكريم خليه يجي يستلم مطبع راح نأسسها ويديرها بنفسه. أنا أعرف أنه هاي المسألة هي من ألاعيب عباس وليس من يعني توجيه عدي. قلت له عباس بس يمكن ماخذ موافقته. أكيد يبدو طارح الاسم هو، وإلا ما يتصرف هو إذا ما يكون قد طرح الاسم. قال لا هذا أمر الأستاذ. قلت له عباس أنا الآن عندي مسؤولية، وهاي مسؤولية كبيرة وعنقي يعني مهمة ثقافية تخص أدباء وشعراء وكتاب، فخليني أستمر. قال أبدا، هذا الشيء لازم تنفذه رياض لأنه مو بيدي، طلع من إيدي، تعال يمي نتفاهم. يعني أصبحت ملزم أن أكون على الأقل أفهم من عنده فيس تو فيس حتى بل كنت أستطيع. فعلا رحت له بالليل، كان يداومون في دار الحرية سابقا قبال جامعة البكر أو لي غاد من عتا شوية. رحت له بالليل حكيت معاه، شفت المسألة أنه لا يعني مقفلة ما بيها أي مجال، ما عندي أحد أروح لإلمن يعني حتى أتخلص من هذا الأزمة. وأنا أعرف أنه الدخول في هذا الجو دخول قد تكون سلبياته أكثر من إيجابياته. أعرف مزاج عدي وأعرف ساعاته، يعني أعرفه شنو، مو شخصيا، من خلال ما أسمع بالضبط يعني. فأني في غنى عن هذه الحالة أولا، وبعدين أنا شخص مزاجي، يعني حتى في الشؤون الثقافية ما كنت أداوم بالوقت المحدد، لكن كنت أجي ومتى ما تقتضي الضرورة أكون موجود حتى لو كانت الساعة 12 بالليل، وفعلا كنت هكذا. فرحت المحسن الموسوي قلت له للدكتور، قلت له هيك ويك القضية باعتباره هو المدير العام مالتك، المدير العام يعني، قلت بلكت يقدر يحكي ويا الوزير بلكت كذا. فقال لي محسن، قال هو الوزير يقدر يحكي ويا عدي؟ حتى أنا أقول للوزير. قلت له والنتيجة؟ قال والله ما أعرف، يعني أنا من حالة كان الآن مو فوجئت وإنما أصبت بخيبة أمل كبيرة، أنه هذا العمل منو يشيله لي؟ يعني أنت كنت طرف رئيسي أساسي فعال في منجز الشؤون الثقافية. المهم يومين ثلاثة أيام يعني انزعجت، وفعلا يعني صار الجو أمامي سوداوي، أنه مقبل على مستقبل قد لا أكون موفق به. وهكذا الحدث يعني عاش وياي ثلاث أربعة أيام، وإذ يجيني تليفون من عباس يقول لي راح يجي لك بكرة الدكتور موفق السمعاني، كان أستاذ بكلية الهندسة بس كان مقرب إلى عدي، يبدو كان هو أستاذه لما كان يدرس في كلية الهندسة، طالب بالهندسة بالضبط، فكان مقرب. وأنا موفق السمعاني أعرفه لأن هو من بيت السمعاني، كانت عندهم مطبعة يعني أصحاب مطابع في شارع الرشيد، وهو يعرفني أيضا، ربما شارك عباس في طرح اسمي. تروحون تشوفون الموقع اللي راح تتأسس به هاي المطبعة. قلت له أروح شو أسوي؟ إجا دكتور موفق وفعلا رحنا، وداني على النادي الأولمبي اللي بالعظمية، كان سابقا اسمه النادي الأولمبي بالعظمية بالركن. قال هذا الموقع اللي احنا أخذناه
واللي هو راح يكون المكان المخصص للمطبعة. طلب من عندي الأستاذ أن تقدم لنا مخطط لمطبعة نموذجية تستطيع أن تطبع كل المطبوعات ووفق صيغة حضارية عالمية. قلت له يعني المطبوعات طبعا المقصودة هي الجرائد والمجلات اللي تصدر عنهم، تصدر عنهم واللي أيضا يأخذها تجاريا، يعني يريد أيضا يستثمر المطبعة تجاريا. تمام. يعني يطبع أي مطبوع يجي بالإجور اللي هي تقيم بها المطبوعات، يعني منفذ تجاري أيضا بالإضافة إلى سد نفقات أو تعويض نفقات المطبوعات مالته بطباعتها بهاي المطبعة. فقلت له هاي يحتاج لها هواية أشياء يعني. قال شنو هواية أشياء يحتاج لها؟ قلت له أولا يحتاج وقت. قال الوقت أنت محصور به لكن نمنحك الوقت. ثانيا يحتاج إمكانيات. ثالثا هذه بيها يعني المفروض علاقات مع شركات عالمية. قال هذه أنت ما لك علاقة بيها، أنت اكتب سوي المخطط وقدم لنا اسماء الشركات وأين تقع هذه الشركات، وإذا تقدر تنطينا كلف تقديرية والباقي علينا. سويت المخطط أمري لله، اشتغلت به حوالي أسبوع 10 أيام أكثر والله أسبوعين، والتليفونات يعني تعرف أنه من تكلفون بشغلة يعني كل ساعة تليفون وينها 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 وينها. المهم أنجزت الشيء، انطيت الموافقة سمعاني. قال أوكي أنا راح أعرضه على الأستاذ وانتظر إن شاء الله يجي لك الخبر. بقيت عد أيام بتحسبات السوء القادم حقيقة، يعني حتى ما عاد ما عندك واحد. رغبة أن تشتغل هذا الشغل؟ حتى هذا ما عندي رغبة، وما عندي ما عادت عندي رغبة أن أشتغل شغل الشؤون الثقافية بعد. يعني كنت أشتغل باللتية مثل ما يقولون، بس يعني ربك راد الأمور أن تجري على خير ما يرام. شلون؟ في ليلة من الليالي قاعد بالبيت وإذا أسمع خبر قيام عدي بقتل كامل حنة مرافق الرئيس صدام حسين. طبعا يعني أخذت الخبر أنه هذا شيء من عنفوان وعدوانية عدي أن يقوم بهذا العمل، وما راح يصير شيء سوى أنه صدام حسين فقد المرافق ماله وخلص، ممكن أن يعني تتغلف المسألة بتبريرات وتفسيرات أخرى. ثاني يوم الصبح لا، يبدو لي أنه كان توقعاتي أو كانت توقعاتي على خطأ، وإنما اتخذ إجراء بحق عدي من قبل أبوه وأوقف، والأهم من كل هذا إيقاف. ها بالمناسبة موفق السمعاني بلغني قبل هذه أنه طلع كتاب من اللجنة الأولمبية راح إلى ديوان الرئاسة حتى يتحول إلى وزارة الثقافة والإعلام بنقلك إلى اللجنة الأولمبية. قال طلع كتابك. فالخبر اللي سمعته ثاني يوم أنه حتى الأوامر اللي صدرها عدي خلال فترة زمنية يعني رجوعا تعتبر ملغات؟ تعتبر ملغات. أي مصائب قوم عند قوم فوائد. الحمد لله انتهت المسألة عند هذا الحد. وقتها خابرني عباس قال ها انت لا تتصور انه ترى يطلع عدي مرة ثانية. قلت له عباس على كيفك وياي، بس انت رعبتني فترة شهر، يبيش تطلبني ان ترعبني بعد شهر اخر؟ الحمد لله راحت مصالح، انتهى الموضوع.